فطيرة موس الشوكولاتة. في محضرة الطعام يوضع 200 جرام دقيق، 50 جرام كاكاو بودرة، رشة ملح، 100 جرام سكر، 150 جرام من الزبدة الطرية، نص كوب حليب، صفار بيضة، وتخلط جميع المكونات حتى تصبح عجينة متماسكة. يوضع العجين في الثلاجة لمدة ساعة. يفرد العجين حتى يصل السماكة المطلوبة. تغطى صينية الخبز بالعجين جيداً وتزال الزوائد من الأطراف. توضع عليها حبوب الخبز. تخبز في الفرن لمدة 10 دقائق ثم تترك لتبرد. يصب كوب من كريمة الخفق المغلية فوق 4 أكواب من الشوكولاتة الداكنة ويقلب المزيج ويترك ليبرد. يضاف كوبين من الكريمة المخفوقة وتقلب. يوضع الحشو فوق الفطيرة ويزين بالكريمة المخفوقة وتقدم.